وخد نقطة تضاف لرصيده في جدول الترتيب العام اللي هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي. وثقته في نفسه. اعتقد انه لا طاهر زي ما قلت كل ماتش بعتاني يعني بتبان شخصيته. انا متوقع انه الولد ده الحقيقه في خلال هيكون يعني فتره نجم كبير بسيطه جدا وهيقدم اكتر مع النادي الاهلي في المركز الاول في الجدول زي ما حضراتكم شايفين. ايمن اشرف اللي عدد نقاطه 10 بعد ما لعب 12 مباراه مع النادي الاهلي، وبيجي في المركز الثاني السلطان بدر بنون بعد ما لعب 12 مباراه مع النادي الاهلي بيبقى في رصيد نقاطه 9 نقاط، وبعديه علي معلول طبعا 9 نقاط زي بدر بنون، وبعديهم في المركز الرابع بيجي كهربا اللي في رصيده دلوقتي 8 نقاط واللي يمكن كان فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، وبعدين إليو ديانج ووليد سليمان 6 نقاط لكل لاعب. صحيح وليد طبعا خدوا بال حضراتكم وليد مشاركته مقارنة بعدد النقاط يكشف قد إيه برضه هو لاعب تقيل ومصدر ثقة بالنسبة للنادي الأهلي. طاهر بيتقدم في الترتيب ووصل رصيده أيضا لست نقاط من 11 مشاركة، مجدي أفشة بيحافظ على رصيد 5 نقاط من 10 مشاركات، حمدي فتحي بيجي في بعد مجدي أفشة برصيد 5 نقاط أيضا، الشناوي بيتقدم في رصيده حاليا 3 نقاط، وطبعا الثلاث نقاط دول حصل عليهم في الماتشات اللي الأهلي مورس عليه ضغط. يعني الشناوي طبعا احنا كلنا ثقة فيه لكن يمكن مش بيكون حاضر في تصويت الجمهور لأنه معظم ماتشات الأهلي بتبقى هجومية والخطورة على مرمى الأهلي بتبقى نادرة شوية، لكن يمكن مع دخولنا في مشوار أفريقيا أعتقد الشناوي هيكون ليه فرص كبيرة. محمد هاني طبعا 3 نقاط بيضافوا لرصيده وبيدخل جدول الترتيب لأول مرة، محمد شريف بيحافظ على الرصيد بتاعه 3 نقاط، ومعانا عمرو السولية وأكرم توفيق برصيد نقطتين. ده جدول الترتيب حتى اللحظة الحالية، وطبعا مستنيين تصويت حضراتكم مرة تانية على أفضل لاعبي الأهلي، أفضل 3 لاعبين من نادي الأهلي في ماتش الأهلي وبالميراس الأخير.